مسا مسا على كل وشاء دحيح الأفلام. تخيلت برايح مشوار جميل في طبيعة أيرلندا والدول المجاورة وآخر روقان وهدوء وهوى نظيف، وتلاقي مرة واحدة نفسك في طريق ما فيهوش حد ولا فيه شبكة ولا طاقة أصلا، وتلاقي جنبك غابة وتدخلها وتلاقي نفسك تهت فيها، وبعدين تكتشف ان في ناس جواها بس مش عارفين يخرجوا بقالهم كتير، فتقعد معاهم غصب عنك لحد ما تعرف ليه مش عارفين يخرجوا، زي ما حصل مع بطلتنا مينا في فيلم The Watchers، واحد من اجمل واقوى افلام الرعب اللي صدرت سنة 2024. وبيبدأ بالراوي اللي بيقولك ان في غابة في غرب ايرلندا ما حدش يعرف عنها حاجة ولا موجودة في اي خريطة، وده علشان هي غير اي غابة ممكن تكون سمعت عنها. وبعدين بنشوف جون صاحبنا بيجري في الغابة وبيقول انه يرجع لمراته يجيب المساعدة ويخرجها من هنا، ومع كتر الجري بيلاقي نفسه قدام لوحة مكتوب عليها الطريق اللي يروح ما يرجعش رقم 108، وبيكمل جري بسرعة، وبعدين بيلاقي ان الدنيا بدأت تظلم، وهو بيقول لا لا مش دلوقتي خالص، علشان يلاقي نفسه بعدها قدام نفس اليافطة بتاعة اللي يروح ما يرجعش رقم 108. وبعد ما الدنيا ظلمت لقينا سرب من الطيور بيتحرك بسرعة أعداد ضخمة فوق الغابة، ونجون بيعرف انه خلاص انتهى ولازم يتصرف بسرعة، وبيبدأ يتسلق شجرة من الشجر الضخم اللي حواليه، وبعد ما بيطلع لمسافة معينة بيلاقي غراب جاي يهاجمه، وبعدها بيقع من الشجرة، وبنسمع صوت دبة جامدة قوي، وقلت مات بصراحة، بس المخرج قال لي لا دحيح لسه والله. وبنشوف جون بيتحرك بالعافية وهو بيقول لا يا عم حد جه جنبك، برضه عمال يصرخ ويقول لا وبيسند ظهره على الشجرة ووشه متدمر خالص، وبعدين بيبص جنبه بيلمع حاجة بتتحرك، وبعدين بنشوفه هو بيتسحب فجأة وبيقعد يصرخ وبيحاول يعافر، بس في الآخر بيتسحب في مكان كده عامل زي خرم في نص الغابة. وبنشوف بعدها مينا وهي واقفة بتسمع نشرة الأخبار، بس مش مركزة معاها ومركزة مع الأيكوس اللي بتدخن منها، وبعدها بترجع الكاميرا علشان نعرف إنها شغالة في محل البيع الحيوانات والزواحف وأي حاجة فيها روح غير البشر، والراجل صاحب المحل بيقف مع زبونة وبعدين بيقول لها معلش يا مينا خرجتك بره علشان الحيوانات مش بتحب التدخين انت عارفة، قالت له ولا يهمك عادي، وبعدين بيقول لها البغبغان ده في جنينة حيوانات عايزاه في الغرب، وبعدين بيقول لها البغبغان ده في جنينة حيوانات عايزاه في الغرب، انا اسف اني بقولك بس محتاجك توصليه، هو هياخد رحلة نص يوم لهناك مثلا، وممكن تروحي بكرة مش النهاردة اكيد، قالت له ماشي. بيتكلم ده قال لها ولا فتح بقه معايا، وبعدين بتاخد البغبغان معاها البيت وبتقول له اقعد هنا علشان انا خارجه وحاول ما تموتش ها، وبعدين بتدخل تستحمى، وبعدها بتلم شعرها زي البصله، وبعدين تركب باروكه سودا، وبتبص للمرايه، وبعدين وهي خارجه البغبغان بيقول لها حاولي ما تموتيش، وبتقول له يا ابني الايه انت بتتكلم وعامل اخرس علشان تتفرج عليا وانا بغير، وبعدين بتقول له ما تفهمنيش غلط انا بعمل كده كل فتره بس علشان من باب التجديد والزهق علشان انا مخنوق. وبنشوفها وهي خارجة في بار من البارات وقاعدة بتشرب حاجة، وبعدين بتقول لواحد بيقعد معاها وبيقول لها ما ينفعش نفوت الكلام مع الامريكان في ايرلندا اكيد، قالت له شكرا، قال لها انت بتعملي ايه هنا، قالت له انا رقاصة، قال لها حلو، قالت له اقصد راقصة بالي باليرينا او بال اولادك، قال لها ده شيء راقد جدا والله موجودة تقدمي عرض، قالت له بحيرة البجع، وبعدين المشهد بيخلص وبرافو والله المخرج مؤدب وما جابلناش حصل حاجة ولا لا علشان يركز في فيلمه، وقف الفيديو وسقف له يلا. وبعدين تاني يوم بنشوف مينا خدت الطريق بتاع السفر والموبايل بيقول انه قدامها 106 كيلو علشان توصل للوجهه بتاعتها، وبتقف تمون العربيه في النص، وبعدين بنشوفها بتسمع فويسات من اختها، ومينا اصلا مش بترد عليها اغلب الوقت، اختها بتقول لها انا عارفه انك بتسمعي اللي ببعته ده، عايزين نتقابل بقى واشوفك واسيبك من العزله دي، انا اولادي كبروا وعايزاكي تشوفيهم بقى، بقوا حلوين قوي واذكياء قوي، وبعدين بتقول لها انا عارفه انك بتكرهي لما اتكلم واديكي محاضرات، بس امك ماتت من 15 سنه خلاص، اللي حصل حصل، ما تشيليش نفسك الهم وتقولي انك انت السبب اللي حصل حصل ومش انت السبب، وبعدين بتقفل الفويس وتكمل الطريق لحد ما تلاقي نفسها وصلت لمكان غريب بين الغابات، بس قالت مش مهم اهو نكمل طريقنا، وبعدها بنشوف اشارات الموبايل بتتشوش وبيقفل على طول، وبعدين الراديو برضه بيقفل واي حاجه شغاله بالطاقه بتقف خالص، حتى العربيه بطاريتها
طبيعتها بتقف ومش بترضى تدور. وبعدين بتفضل مينا تحاول لحد ما بتلاقي نفسها وسط الشجر ومفيش اي حاجة تنفعها لا هي ولا البغبغان، وبتقوم نازلة تشوف حل والبغبغان بيقول لها حاولي ما تموتيش. وبعدين بتنزل وبتلاقي العربية مدخنة ومش عارفة تتصرف ازاي في المصيبة دي في مكان زي ده من غير موبايل، وقررت تنزل بالبغبغان تشوف ايه اللي ممكن تعمله ومشيت ودخلت الغابة. وهي داخلة لقت علامة مكتوب عليها سكة اللي يروح ما يرجعش النقطة رقم 12، وأول ما مشيت بعدها فضلت تنادي على أي حد يساعدها بس ما لقيتش، وقالت إنها تايهة ومحتاجة مساعدة، يمكن حد من اللي حاطين اليافطة دي يطلع ولا حاجة، بس لا حياة لمن تنادي. وبعدين بتلف وبتقول للبغبغان تعالى نمشي ونرجع عربيتنا يا عم، وبتلف مش بتلاقي العربية مكانها وبتقول يا نهار أزرق على اليوم اللي مش فايت، إحنا دخلنا فيلم رعب ولا إيه؟ وبعدين بتفضل تجري وبتشوف واحدة جنبها وبتجري وراها والست بتجري منها، وبعدين بتلاقي نفسها قدام باب حديد والأوضة شكلها غريب وكئيب جدا، والست واقفة بتقول 1 2 3 4 5 وبتجري طبعا مينا علشان الست ما تقفلش الباب وتسيبها وبتخش، والست بتقفل وراهم الباب وبتقول لها الحمد لله قفلناه أول ما الدنيا ظلمت، وبتخش تلاقي كيرا ودانيال وبيبصوا لها وبيقولوا للمادلين اللي جابتها مين دي، قالت لهم مش وقت المراقبين جايين، وبعدين بيقولوا لها ما تخافيش يا مينا هنفهمك كل حاجة بس اقفي أول حاجة هنا علشان هم جايين، قالت لها مين دول؟ قالوا لها المراقبين، وبيقفوا قدام المراية كلهم وهي مش فاهمة حاجة، تسمع صوت تسقيف جامد وبتقول لهم ايه ده؟ قالوا لها بيسقفوا لك يا ستي بصوتي، وبعدين بيفضلوا واقفين قدام المراية وبعدها بيطلع الصبح عليهم، ومينا مش فاهمة أي حاجة. وبعدين بيشوف ذكرى سريعة لأمها وبتصحى تخرج معاهم وبتتمشى في الغابة وبيشوف نفسها وهي طفلة، وبتجري ورا اللي شافته ده لحد ما بتوصل لحافة في الغابة وبتشوف منها امتداد بعيد جدا للغابة، عمرها ما تخرج من هنا في الغالب. وبعدين بتلاقي مادلين واقفة وراها وبتقول لها الغابة هتقودك للجنون فلازم تبقي صاحية وخلي بالك من نفسك ها، وبتشوف اليافطة اللي محطوطة ومكتوب عليها سكة اللي يروح ما يرجعش وأرقام، وبتقول لها الحدود لازم نحافظ عليها علشان نقدر نرجع قبل غياب الشمس. وبيرجعوا بتقوم كيرا وبتقول لها المرابين بيحبوا رأسي قوي، وبتقوم ترقص لهم وبعدين بيقولوا لها أهم حاجة تفضلي على طبيعتك وهم عايزين ده. وبعدين بنشوفهم بيتفرجوا على برنامج تلفزيوني على التلفزيون في الأوضة، بيكون عامل زي ستار أكاديمي كده، شوية رجالة وستات قاعدين بيعملوا أي حاجة قدام الكاميرا علشان الناس بتحب قلة الأدب دي. وبعد ما بيخلصوا بتروح مينا الصبح مع كيرا يتمشوا، وبتقول لها بص العشبة دي بتخفف الألم علشان دانيال بيجيله صداع شديد، جون جوزي كان فاكرني أحبه أنا وهو كنا جايين هنا سوا بس هو مشي من 6 أيام ومرجعش معرفش راح فين. قالت لها هو أنت هنا من أنت أصلا؟ قالت لها والله نسيت ما بعرفش أعد الأيام هنا وبتلخبط. وبعدين بتقول لها تعالى أوريكي حاجة، وبتاخدها عندي جحر من الجحور اللي في الأرض، وبتقول لها ده آخر مكان أنا شفت فيه جوزي، معرفش هو نزل وسحبوه ولا إيه بس أظنه مات يعني خلاص، بس عامة يعني تقريبا بقالي 3 شهور وشوية. وبترجع تقعد معاهم قدام الأوضة وهم بيراجعوا القوانين، أولهم إنهم ما يدوش ضهرهم للمراية، وبعدين ما يقربوش من الجحور بتاعتهم في الأرض، وما يخرجوش بعد ما الشمس تغيب، وبيأكدوا إنهم في أرض المراقبين وعايزين دايما يفضلوا في الأمان. وبتخش مينا الأوضة بالليل وبتقرب من المراية وتحاول تسمع، وبتخبط عليها بصباعها بس الخبط بيترد ليها علشان بعدها تخاف وتروح تنام على الكنبة وهي خايفة، بس المضلين بتيجي وبتقول لها عادي ما تخافيش أهم حاجة تصرفي على طبيعتك، هما بيراقبونا وعايزيننا نتعامل على طبيعتنا. وبعدين بنشوف مينا وهي بتصطاد الصبح مع دانيال، وبتقول له انت هنا من امتى؟ لا 8 شهور و7 أيام. قالت له مصدق مضلين؟ قال لها انت مش حباها ولا ايه؟ هي قاسية شوية اه بس هي عارفة مصلحتنا عامة. قالت له مصلحة مين يا ريس؟ انت بقالك 8 شهور هنا؟ قال انت شفت اي حد قبل كده؟ قال لها لا. وبعدين بتاخده بتقول له ما تيجي نستكشف الجحر ده؟ قال لها ما بلاش بدل ما نموت. قالت له انا هنزل عن نفسي يلا. وبعدين بيربط حباله وبتنزل تشوف الكلام على ايه تحت، وهي نازلة بتفضل في البقعة اللي فيها نور وهو بيطلب منها ده برضه. وبعدين بتولع ولاعة وبيخش تشوف جرايد قديمة مرمية وشنط سفر وعجلة وكاميرا موجودة ودبدوب ومليون حاجة، وبتقرر تطلع في النهاية بس بتحس ان في حاجة بتتحرك، ودانيال كان بيسحب الحاجات اللي هي ربطتها دي، وبعدين فضلت تصرخ علشان يطلعها بسرعة
لحد ما نزل الحبل واللي كان هيطلعها بيخاف. وبعدين بيروحوا بالحاجة لمادلين وبتقول لهم وبعدين لقيتهم فين يعني؟ قالوا لها لقيناهم في حتة كده في الغابة مستخبية. وبتقول لها انت شفتي النهاردة حاجة مخوفاكي صح؟ ما تكذبيش عليا وقولي شفتي ايه. قالت لها ما شفتش حاجة والله ما تلاقيش. وبعدين بالليل بيقعدوا مع بعض وبيكون دانيال عامل لهم وصلة من الكاميرا بعد ما وصلوها برا الباب، شدوها علشان تتعرض على التلفزيون. وبيقولوا ما يعرفوش الكهرباء جاية منين، بس اظن من تحت الارض، والبروفيسور اللي مؤسس المكان ده هو اللي عاملها، احنا بنقول عليه بروفيسور عامة. وبيقعدوا مستنيين المراقبين، بس الباب بيخبط وجون بيقول لهم يفتحوا، وكيرا بتروح بس مادلين بتقول لها مستحيل ده مش جون، دول بيخدعونا علشان نفتح. وبيبقى واقف قدام الباب وباين منه رجليه بس. وبعدين بتقول لها طب اساليه الاول حاجة، ما يعرفهاش حد غيركم انتوا الاتنين. وكيرا بتقول له الكتاب اللي انا بقراه ايه وما بيعرفش، وبتقول له ده انا بحبه قوي وجبناه سوا. قال لها مش فاكر خلصي. وبعدين بتعرف ان في حاجة غلط، بتخليه يبص على كاميرا المراقبة اللي قدام الباب، واول ما بينزل بيشوفوا وشه فعلا بس بيتسحب فجأة كده لورا، وبيخافوا عليه. وبعدين بيلمحوا حاجة بتتحرك قدام الكاميرا وبتتكسر فجأة وبتتسحب بعيد، والسلك بتاعها بيتشد. وبعدين بيسمعوا صوت خبط على الازاز، ومادلين بتقول لهم انتوا بوظتوا القواعد وما سمعتوش الكلام صح. وبيعترفوا بده في الاخر، والازاز كان هيتكسر وهي بتحميهم. وبعدين بيبطلوا دب، وتاني يوم بتاخدهم مادلين للجحر اللي لو فيه الحاجة، وبترمي الحاجات دي فيه تاني، وبتقول لهم يا رب يكونوا فرحانين وانتوا بتكسروا القوانين كده. وبعدين بنشوف الجحر تحت العجلة وحد بيخطفها يلعب بيها. وبعدين بنشوف مينا وهي بتفتكر اللي فات وتبكي على اللبن المسكوب، وهي في رحلة مع امها واختها، وهي طفلة واختها توأمها قاعدة جنبها، وبتفتح الشباك بس امها بتقول لها تقفله علشان بيبوظ شعرها. وبعدين مينا بتقعد تقلدها وهي بتتكلم وتفتح الشباك، وامها تقفله لحد ما قفلته على ايدها وهي بتصرخ. وامها لفت علشان تشوفها ولسه بتلف تاني للطريق، راحت العربية بقت زي علبة الكنز اللي داس عليها قطر. وخرجت مينا لقيت امها ميتة على الطريق، واختها حية ومتعورة ومعتقدة من يومها ان كل ده بسببها. وبعدين بتشوف البرنامج اللي شغال، وتقريبا حفظت كل حلقة فيه. وكيرا بتكون قاعدة بتتفرج وبتفتكر جوزها، وبتروح خارجة، ومينا لما بتاخد بالها بتجري وراها علشان تلحقها وتشوف راحة فيه. وفي النص بتلاقي مادلين ودانيال بيصطادوا، بتكمل طريقها وبتلاقي كيرا عند الجحر بتاع الكائنات، وبتقول لها اهدي بس. قالت لها منزل يمكن اقابله او اخلص، انا عارفة ان عمري ما اخرج من هنا عامة. وبعدين بنسمع صريخ مادلين، وبنعرف ان دانيال بيكتفها، وبتقول لهم الحقودة تجنن. قال لهم هنربطها هنا ونشوف هيعملوا فيها ايه. وبعدين بيجروا يلحقوهم، بس دانيال بيكون دخل الاوضة وقفل الباب ومش راضي يلحقوا. وبيقولوا له ما تهزرش يا ابني هم جايين اهو الدنيا ظلمت، بس ما فتحش ليهم اي حاجة. وبعدين بيستخبوا بسرعة وبيلاقوا مكان ريحته معفنة، وبتقول لها كويس علشان ما يشموش ريحتنا. وبعدين بيبصوا على الاوضة وبيلاقوا كيرا ودانيال واقفين، وبيلاقوا المراقبين ظهروا قدام الاوضة وشكلهم غريب ورفيع، وبيلاقوا المراقبين ظهروا قدام الاوضة وشكلهم غريب ورفيعين قوي وطوال قوي. وبيخبطوا دانيال بيقول لهم ان محدش هنا غيره هو وكيرا، وبيبعد المراقبين وقتها بسرعة علشان يدوروا عليهم. وبعدين بيرجع الاتنين على باب الاوضة، وهنا مينا بتقول له انا كنت السبب في موت امي وانا صغيرة، وبقول لك مش هتقدر تعيش، لو متنا بسببك هتعيش في عذاب. وبيفتح لهم الباب، ومادلين بتخش متعصبة قوي عليه، وبيقفوا قدام الازاز وهم متضايقين. ومادلين بتقول لهم انا جاية هنا بمزاجي، ومادلين بتقول لهم انا جاية هنا بمزاجي علشان اعرف ايه اللي موجود هنا، وبعدين انا اصلا بدرس وبشرح تاريخ واساطير والكلام من ده، الكائنات دي بتراقبنا علشان تتعلم مننا وتبقى زينا، فخلوا بالكم هم دايما بيقلدونا علشان كده بيحبوا يتفرجوا علينا. وبعدين بيلاحظوا ان في خبط جامد عليهم من بره، وان الاوضه كمان هتنهار عليهم، وبيبداوا يسمعوا كلام من اللي كانوا بيقولوه وباصواتهم، وكمان اصوات من البرنامج التلفزيوني اللي كانوا بيتابعوه. وبعدين بيلاقوا الباب هيتكسر خلاص، وبيلمحوا حاجه زي بلاعه في الاوضه، وبيبقى اول مره يشوفوها، ودانيال بيحاول يكسرها جامد. وبعدين بيفتحوها ويلاقوا باب مصفح مقفول زي باب الغواصه، وبيقفلوا عليهم وينزلوا في نفس الوقت اللي الازاز بيتكسر فيه. وبعدين بيلاقوا مكان كله كتب واكل وشرب واماكن للنوم،
تحسوا ملجأ نووي غريب كده. وبعدين بيقولوا اكيد البروفيسور اللي بناه وبيلاقوا كمبيوتر وبيعودوا عليه، وبتفتح مينا الملفات وبيلاقوا فيديوهات لراجل تحسه صاحب سلسلة محلات شاورما سوري، وبيقول في الفيديوهات انه دكتور جامعي وبيعرف نفسه ومكان شغله. وبعدين بيقول ان دي اول بدايته هنا، وقدر يبني المكان ده علشان يوصل للكائنات الموجودة اللي تحت الارض. وبعدين بيقول انه بنى الازاز علشان يتعلموا منه، وفي فيديو تاني بيقول ان قدر يحبس واحد فيهم وبيتعامل معاه وبيشوفوه وهو حبسه فعلا. وبعدين بيقول في اخر فيديو انه للأسف خرج عن السيطرة وهيطلع يقتل اكتر واحد هو بيحبه فيهم دلوقتي، ولو مرجاش ياريت اللي يشوف الفيديوهات دي يحرق كل حاجة في الجامعة تدل على المكان ده او تساعد ان السيرة دي تظهر تاني. وبيعترف انه بنى المكان ده وجاب فيه ناس ملهاش اهل ولا حد يسأل عليهم علشان يتعلموا منهم ويكلوهم او قتلوهم بعد ما تعلموا منه، وان كده هو يخرج بعد ما يقتل اللي باقي برا. يا رب بس يكون المركب موجود عند النهر مكان ما سبته عند النقطة 139. عامة اللي حابب يخرج ناحية النهر يروح ناحية اتجاه طيران الطيور اللي بتظهر كل يوم. بس انا محتار الحقيقة ازاي الاوضة فضلت موجودة وازاي كل حاجة في مكانها كده لو الدكتور هرب في حاجة مش مظبوطة عامة يعني، بس ادينا بنتفرج يعني. وبعدين بيقعدوا يقولوا خلاص احنا نتكل على الله اول ما النهار يطلع وان شاء الله ده اخر يوم لينا هنا ما تقلقوش. وبعدين كيرا بتقول خلاص طالما اخر يوم لاول مرة اقدر ارقص بقى بمزاجي، مش علشان خايفة او عايزاهم يتبسطوا برأسي. وبتقوم تشغل اغنية وتقعد ترقص عليها وهي فرحانة. وبتقول لي دانيال يقوم معاها وبعد شوية رفض بيقوم يخربها، وبعدين بدون اي مبرر درامي المخرج قال له عيط يلا. وبيقعد دانيال يقول لهم انه مش مصدق انه هيخرج من هنا، بس في نفس الوقت زعلان وانه اول مرة يجي هنا اصلا كان بسبب ابوه، علشان ابوه من وهو صغير وهو بيمسكه يضربه ويضايقه بدون سبب، لحد ما في يوم خرج وقرر يسيب له البيت وما يعرفش هيروح فين، بس هو هيخرج وخلاص. ولقى نفسه هنا وما خرجش تاني، وكده بتقول له خلاص يلا تعطي لبنى لما تخرج ابقى تعالى اقعد عندي انا هبقى لوحدي. وبعدين بيناموا وبيصحوا تاني يوم ويخرجوا يلاقوا الاوضه متدمره بالكامل. وبعدين بيخرجوا من الغابه جري ويلاقوا نقطه جديده اول مره يشوفوها، وبيكملوا طريقهم وبيلاقوا في طريقهم مكان مكانه الارواح دي محبوسه، وبيكملوا طريقهم عادي وهم حاسين انهم في الطريق الصح ومقربين من بعض علشان محدش فيهم يهلوس او يشوف حاجه غريبه. وبعدين الدنيا بتبدا تظلم عليهم، وبعديها الدنيا بتمطر، وبيوصلوا على اول النهر بسرعه وبيسمعوا اصوات وراهم، وبعدين بيشوفوا المركب. وهنا بنشوف جون ظهر ودانيال بيقول له انه فرحان وكيرا هتفرح قوي بيه، بس بيندهوله ويقولوا له ده مش جون تعالى، وبيجروا على المركب علشان ما فيش وقت. وبيكون جون ده تحول بسرعه لواحد من المراقبين وقتل في دانيال بعد ما عوره في رجله. ومينا بتقول لهم مش هيعوموا ورانا، هم ما بيعرفوش يعوم. قالت لهم هم ما بيعرفوش يسيبوا الغابه اصلا، وبيقف المراقبين كلهم على الشط ومش بيقدروا يلمسوا اللي في المركب، وبتكمل مادلين تجديف بعيد عن الشط لحد ما تصحى مينا الصبح. وانت فاكر اكيد انها هتبقى على شط الغابه تاني علشان انت متسرع وبتسبق في الاحداث، مش فاهم هتكسب ايه يعني. وبعدين بنشوف مينا فائت ولو نفسهم تحت كوبري وفي اتوبيس معدي من عليه، وبيطلعوا فوق الكوبري والاتوبيس بيعدي تاني وبياخدهم للمدينه، وبيقعدوا وهم ساكتين وخايفين. وبعدين بنشوف مينا في بيتها وهي بتستحمى واخر روقان، ومش مصدقه انها خرجت، هي خسرت عربيتها بس هي رجعت الحمد لله بيتها. وبتروح تاني يوم الجامعه زي ما الراجل قال، وبتخش مكتبه والست بتقولها انه كان مؤمن قوي باللي بيدور عليه وعمره ما صدق انه خيال، وبتسيبها وتمشي وتقعد تدور في المكتب، وهي بتلاقي ابحاث عن الغابه والاسطوره، وبتخش تلاقي تسجيل صوتي وتلاقي حاجه شبه السجاد الفارسي كده، وبتسمع التسجيل وبيقول الراجل فيه ان للاسف الاساطير مش متجمعه صح، ولما نجمعها هنعرف ان اللي في الغابه دول كان اسمهم المراقبين او الملائكه او الجنيات، وكان عندهم قوه خارقه وبيستغلوها في مساعده البشر وحمايتهم، وكان في تجانس بينهم لدرجه ان حصل جواز بين دول ودول، ونتج عنه اطفال هجينه بس للاسف ما تمش الترحيب بيهم من العالمين، وحصلت مشاكل وحد حبسهم تحت الارض كلهم، وفضلوا يحفروا من تحت من اعمق نقطه في الارض لحد ما طلعوا فوق، بس للاسف وهم طالعين بقى فقدوا اجنحتهم وقدرتهم على الطيران وكمان قوتهم السحريه بس مش كلها. وبعدين بتخش البنت تشوف اوضه تانيه جنب المكتب، وبتلاقي سجاده ضخمه مرسوم عليها لوحه بين البشر والمرابين، لحد ما لقيت البوم صور موجود على المكتب وبدات تدور فيه لحد ما لقيت
الراجل للدحيح اكتشفه من بدري قوي، بس مرضيش يحرقه عليك، وهي كمان مرضيتش تحرقه، وخدت الصور واكبر عدد تقدر تاخده من الملفات ومشيت من المكتب علشان نشوفها رايحة عند بيت كيرا. وبترحب بيها وبتدخل، ومينا بتقول لها اللي لقيته واللي عملته، وبتقول لها ولقيت الصور دي في مكتبه. قالت لها مالها الصور دي، ولما بتقلب فيها بنلاقي مضلين في الصور وبنعرف انها مرات الراجل. بتقول لها وماله ايه المشكلة؟ قالت لها المشكلة ان مضلين دي ماتت سنة 2001 بسرطان الرئة، يعني هو عامة في الغالب كان عايز يمشي في الموضوع علشان يرجع مراته، او فاكر ان الكائنات دي هتساعده، وحتى لو ما كانتش هتساعده هيتحولوا لشكلها ويعيش معاه. قالت لها بس ازاي واحنا وسمعناه وهو بيقتلها؟ قالت لها ما قتلهاش، احنا جبناها معانا هنا، لازم نرجعها تاني الغابة بسرعة، وبعدين بنشوف عربية بتقف قدام البيت، وبنعرف ان العربية دي بتاعت كيرا، وهنا مينا بتتغفل زينا، وبتعرف ان كيرا اللي بنتكلم معاه من الصبح دي مش كيرا ولا حاجة، دي مادلين متنكرة وانها واحدة منه. وبعدين بنشوفها بتخرج تحذر كيرا، بس مش بتلحق علشان مادلين عملت نفسها جون وضربت كيرا، افقدتها الوعي وبدأت تضرب مينا، وبتقول لها مش هقول لحد والله بس سيبيني. قالت لها وانت فاكرة اني هصدقك ولا ايه؟ انا كنت فاكرة اني اخرج من الغابة مع الدكتور بتاع الجامعة وانه بيقدرني، بس خزوقني هو كمان زي ما الوحوش اللي هناك خزوقوني وفضلوا يعيروني ويقولوا اني معيوب واني عاهة ومش طبيعي علشان بقدر امشي الصبح ومش زيهم بمشي بالليل بس. وبعدين انا جاي هنا اقتلك واخد جسمك. وبتخرج مادلين بره وبتقول لها انت مش عارفه انا تعذبت قد ايه علشان اوصل لهنا وللحاله دي، ولا اتغدر بيا كم مره في حياتي. وبعدين بتتنكر في شكل اخت مينا التوأم، وبتكلمها عن حتة امهم علشان تغيبها عن الواقع او تمنعها من انها تتحرك. وبعدين بتمسكها تخنقها وتقول لها انا مش اختك، انا الجنيه اللي هقتلك. وبعدين بترفعها على الحيطه وبتبدا تقطع شرايين مينا. وبعدين مينا بتقول لها انت الراجل ما قالش ليكي صح؟ قالت لها قال لي ايه؟ قالت لها ان البشر والجنيات اتجوزوا بعض وعاشوا مع بعض زمن وخلفوا، وانت هجينه. قالت لها انت بتكذبي؟ قالت لها لا لا مش بكذب، والدليل انك عندك مشاعر بشريه كتير وعلشان كده بتقدري تمشي الصبح علشان نصك بشري وعندك مشاعر زي الحب والغيره والكره والضيق وكل ده، انت مش شريره، انت نصك كويس علشان كده هم مش حاسين انك بتنتمي ليهم، ولا انت حاسه انك بتنتمي ليهم، انا اكتر واحده عارفه شعورك وشعور انك مش مرحب بيكي في اي مكان. وبعدين بتقول لها انت فيكي الخير يا مادلين، ما تبقيش مصممه تبقي شريره. وبتسيبها مادلين وتطير، وتقول لها يا ريت يطلع عندك حد. وبعدين بنشوف مينا وهي بتفوق كيرا وبتقول لها اللي حصل، وبعدين بتحكي لاختها كل حاجه وهي قاعده معاها لاول مره من زمن، وبتقول لها الناس عادت بتشك ان مادلين لسه بتراقبها، مره في شكل عجوزه ومره طفله صغيره. وبعدين بنشوف البغبغان بعد ما مينا اديته لولاد اختها هديه، وبعدين بنشوف مادلين في شكل طفله واقفه تحت وبتراقب شباك مينا.